يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يعدد علماء المسلمين فيذكر منهم ابن سينا والفارابي وغيرهما، فهل يبين حالهم وما هم عليه من ضلال لكي لا يغتر بهم الناس؟ نعم، هذا ما يدري، ما يعرف ابن سينا ولا يعرف الفارابي، ويفتخر بهم لأنهم يتسمون بالإسلام، يقولون أنهم مفخرة للمسلمين مع أنهم من أهل الضلال، لكن هذا ما يدري. أما إن درى عن ضلالهم وقال أنهم مسلمون فالأمر خطير، لكن إذا كان ما يدري وشاف مالهم من النبوغ ومن الطب، المهارة في الطب، فأراد أن يفتخر بهم، فهذا يعذر بجهله إلى أن يتبين له حال الرجلين أو هؤلاء الرجال. نعم.